هاي أصدقائي، معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أما بخصوص الترجمة والمونتاج والصوت فهم لصديقتي أنخلة من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. Hola amigos, estoy con ustedes la chef académica Eva de España. Nuestra receta de hoy es mini tarta con atún. Y ahora está lista en YouTube y preparada para mí. Soy la chef académica Eva. هاي أصدقائي، سأكون اليوم معكم أنا الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. وصفتنا لهذا اليوم هي ميني تارت بالتونة، وقد أصبحت جاهزة الآن على اليوتيوب من إعدادي أنا الشيف إيفا. وهكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها، لذيذة وشهية. وتندرج وصفتنا ضمن الوصفات السهلة والصحية واللذيذة، ويمكنكم تقديمها كوجبة عشاء خفيفة لكم وللأسرة الكريمة أو في مناسباتكم السعيدة. جعل الله أيامكم كلها أفراحا ومسرات أحبتنا. وقبل البدء بإعداد الوصفة أصدقائي ومتابعينا الكرام وكل من يرى هذا الفيديو للمرة الأولى، نحن نسعد بتفاعلكم مع قناتنا، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا، من خلال الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس التنبيهات، ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم لتصلكم جميع فيديوهاتنا أولا بأول، أي من خلال اللايك والشير والسبسكرايب. والآن أحبتي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية إعداد هذه الوصفة معي أنا الشيف إيفا. باموس. والآن إليكم المقادير. مقاديرنا هذه تكفي لثلاثة أشخاص، بإمكانكم مضاعفة العدد. ثلاثة قطع من التارت: بصلة واحدة، فلفل أحمر حبة واحدة، معدنوس، تونة، زيتون. أما بخصوص البهارات فهي رشة ملح، فلفل أحمر حار. ها هي جميع مقاديرنا. وصفتنا لهذا اليوم هي سناك فود، بمعنى وجبات سريعة خفيفة. والآن إليكم طريقة العمل. الآن أضع القليل من زيت الزيتون في المقلاة وعلى نار هادئة. بعدها سأبدأ بتقشير البصلة، ومن ثم سأبدأ بتقطيعها. سأقطعها ناعم. بعد ذلك سأضعها في المقلاة مع زيت الزيتون. وأستمر. الآن وبعدما انتهيت من تقطيع البصل،
سأبدأ بتقليبه هكذا. بعد ذلك أخذت الفلفل الأحمر، أبدأ بتقطيعه بهذا الشكل. سأتخلص من البذور، وبعد ذلك سأبدأ بتقطيع الفلفل الأحمر ناعما. بعد ذلك سأضع الفلفل المقطع في المقلاة مع البصل. هكذا. الآن سأبدأ بتقطيع المعدنوس أيضا ناعما. وأقلب البصل مع الفلفل الأحمر في المقلاة ما بين الحين والآخر. الآن وبعدما انتهيت من تقطيع المعدنوس أو البقدونس كما يسميه البعض، أضعه في المقلاة مع البصل والفلفل. وأبدأ بتقليبهم هكذا وهم على النار. هكذا تبدو معنا. الآن سأضع الفلفل الأحمر الحار، كمية البهارات ترجع لاحتياجاتكم. أقلب الخضروات مع بعضها هكذا. ووضعت المزيد من زيت الزيتون في المقلاة. ها هي التونة، سأخذ منها بما أحتاجه، هذا يكفي. وضعت قطع الطرد الثلاثة في طبق التقديم، ورفعت الخضروات من على النار بعدما نضجت. الآن سأبدأ بتقطيع التونة على شكل مكعبات صغيرة. الآن سأبدأ
بوضع الخضروات هكذا في التارت. أحبتي، فاتنا في المقادير أن أذكر لكم بأننا بحاجة إلى 3 حبات من الطماطم صغيرة الحجم، جميع المقادير تجدونها مكتوبة في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. أتابع حشو التارت هكذا بالخضروات. الآن وبعدما انتهيت من حشو التارت بالخضرة، سأأخذ هذه الأعواد الخاصة بأطعمة السناك، أضع فيها حبة واحدة من الطماطم، وبعد ذلك مكعب من التونة، وبعد ذلك سأغرسه في وسط قطعة التارت الأولى هكذا، وأتابع الحبة الثانية والثالثة. يمكنكم أيضا اعتماد هذه الوصفة في يوم رأس السنة. كل عام والجميع بألف خير. فهي مناسبة جدا للمناسبات الجميلة. وها هي وصفتنا قد أصبحت جاهزة للتقديم. أترى؟ أحبتي، لدينا تنويه بسيط. عند كتابة أي تعليق الرجاء كتابة اسم القناة، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا، فهذا يساعد على انتشار الفيديو ويدعم قناتنا. وتفضلوا بقبول شكر وتحيات قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا مقدما، فمعكم تكبر أسرتنا أحبتنا. أما بخصوص وصفتنا فها هي قد أصبحت جاهزة، بإمكانكم تقديمها مع قدح من الشاي الساخن وعلى أضواء الشموع. بألف صحة وعافية. اذكروا لنا في التعليقات من أي بلد أنتم تتابعوننا، وهل راقت لكم وصفتنا؟ وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم، ميني تارت كون أتون، أي ميني تارت التونة، قد أصبح جاهزا. بألف صحة وعافية. Espero que te guste nuestra receta de hoy, ميني تارت كون أتون. أحبتي، أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم ميني تارت بالتونة قد نالت إعجابكم ورضاكم. متابعي قناتنا الكرام، ولكل من يرى هذا الفيديو للمرة الأولى، يسعدنا تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا، تفعيل جرس التنبيهات،
ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا، أي من خلال اللايك والشير والسبسكرايب. أما بخصوص المقادير فتجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. أحبتي، إن كان لديكم أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل اتركوه لنا في قسم التعليقات وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أستودعكم الله وأنتظر تفاعلكم الجاد معنا، وأحبكم كثيرا. أديوس.